على الرغم من الدمار الذي لحق بمنازل المصلين وممتلكاتهم في المدينة القديمة التي شهدت أشرس المعارك، عادت بعض الأسر النازحة للعيش في مناطقها مع عودة الهدوء والاستقرار إليها بعيداً عن مخيمات النزوح، ومنها عائلة أبو ليث التي فضلت العيش في بقايا دار على خيمة لا تصد برد الشتاء ولا حرارة الصيف. وعلى الرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الخدمات، يصر المصليون على العودة والعيش في مناطقهم لإعادة الحياة إلى المدينة بعد تحريرها من التنظيم الإرهابي وإحياء روح التفاؤل والأمل فيها من جديد. عائلة أبو ليث طالبت الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية تقديم الدعم والمساعدة لأهالي الموصل. رجعنا مرة ومكملنا وهذه وشوية صارت أمورها وقعدنا، فأسعى الناشد الحكومة المركزية حكومة الاتحادية مثل ما يقول يساعدونا، احنا ما ظل عندنا كل شيء، بيتنا راح، أراضنا راحت، فوق السطح الطابق الثاني هم الدمار هاونات. احنا من عوائل كنا قاعدين بهذا، بعدين استاذهم راحوا ظلينا أربع عوائل، احنا هنا أربع عوائل بهذا البيت قاعدين. وداخل المنازل التي صمدت خلال القتال تسود الفوضى ويتناثر كل شيء، وتسرد المباني المهدمة التي غادرتها أرواح من أطبقت عليهم قصة مروعة عما حدث، كما ترويها أم يوسف. هوني قدنا نرجع على بيوتنا، ما طقنا نرجع لأن بيتنا كان أول شيء حيصد، لأن قديمي المنطقة القديمة قريبة علينا، فأنا يعني عفت الهيكل وعفت يعني المعاناة اللي جريته بالهيكل ورجعت على بيتي، رجعت الضغط كله يمنا، حتى الهاونات يعني قامت تقع علينا، وما ظل لنا كل شيء، تحملنا كل الضغط وتحملنا كل اللي يعني المآسي اللي جقيناه، حتى يعني اكل دناكل ماي دنشغب ما عدنا، ما يطيق حتى الجيش يعني يطعمنا ويشغبنا. وفي المدينة القديمة يعاني الأطفال قبل الكبار شظف العيش وشحة الحاجات الأساسية التي تحتاجها أي أسرة، فعندما خرجوا تركوا وراءهم ثيابهم وأغطيتهم كلها والتي احترقت بسبب المعارك، مناشدين الحكومة والخيرين بمد يد العون ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية فقط. أطفال محرومين غراض، محرومين ملابس، يعني أطفال يطلعون برا ماما شوفي هذا ايش لابس قميص، ماما شوفي هذا ايش لابس بنطلون، فيعني الصراحة اشتعل قلبي على ابني، ما أقدر أوفر له الشيء اللي يريده، فإحنا يعني مثل ما يقول الناشد الخيري ناشد الحكومة، نريد مثل ما أقول يعني إحنا اعتمادنا على الله وعليهم، يعني إحنا خلينا نقول هسه إحنا مواطنين، يعني ما عفنا بلدنا، ما عفنا بيوتنا، ما عفنا أراضينا، لأن أول وتاليها إحنا نقول عراقيين، يعني ماكو واحد يعوف بلده. وتشير الأمم المتحدة إلى أن المعارك التي استمرت أكثر من 8 أشهر تسببت بتشريد نحو نصف عدد سكان المدينة قبل الحرب ومقتل آلاف المدنيين، وأحدثت العمليات العسكرية دماراً أكبر من المتوقع بكثير، ومن المرجح أن يتكلف إصلاح المدينة مليارات الدولارات.